بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ومع درس جديد من دروس شرح رواية واش من طريق الشاطبية، نشرحها هكذا من المصحف وقف عند قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بآيات بدل فيه القصر والتوسط والإشباع. الأنبياء قرأ نافع بالهمس مع نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، وهو مد متصل في الإشباع. فلا يؤمنون إبدال همزة خالصة. مريم ليس في رأيها شيء، رأوها مفخمة لا ترقيق فيها. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وقولهم إنا صلة ميم الجمع، وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع. عيسى ابن مريم في الوصل الفتح فقط، وفي الوقف نقف بالفتح والتقليل. وإن ابتدأنا نبتدي ابن مريم بالكسر. وما قتلوه وما صلبوه، لام مفتوحة قبلها صاد، صاد مفتوحة تغلظ اللام، لام مفتوحة قبلها صاد مفتوحة تغلظ اللام. وإن الذين اختلفوا في الابتداء، نبتدئ بكسر الهمزة، اختلفوا. وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. علم الله، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. نبتدئ بكسر الهمزة في اتباع الظن، اختبارا فقط. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ليؤمنن إبدال الهمزة وخالصة. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. كثيرا، راء مفتوحة قبلها ياء ساكنة ترقق الراء. وأكلهم أموال الناس بالباطل، صلة ميم الجمع، وهو عبارة عن مد منفصل في الإشباع. بالباطل، ننتبه إلى الباء خصوصا الثانية حتى لا تفخم. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، للكافرين التقليل قولا واحدا، عذابا أليما، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. والمؤمنون يؤمنون، إبدال الهمزة واو خالصة. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. بما و وما مدان منفصلان فيهما الإشباع. والمقيمين الصلاة، لام مغلظة قبلها صاد مفتوحة تغلظ اللام. والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر. والمؤتون إبدال همزة واو خالصة. كذلك والمؤمنون إبدال همزة واو خالصة. واليوم الآخر بدل مغير بالنقل فيه الأوجه الثلاث المعروفة: القصر والتوسط والإشباع. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أولئك مد المتصل في الإشباع. سنؤتيهم إبدال الهمزة وخالصة. سنؤتيهم أجرا صلة ميم الجمع، وهو عبارة عن مد منفصل. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.